زينب، ما حطتنا التالية لمساحة القانونية أسبوعيا. عم يكون معنا مساحة قانونية لنتعرف على كثير من التفاصيل القانونية المهم. اليوم نكون عندنا علم فيها. اليوم رح نحكي كيف ينظر المشرع السوري إلى حالة فسخ العقود، تتضمن فسخ عقود كل شيء، يعني أي ممتلكات عقارية، سيارات، أي شيء ممكن نمتلكه أو نبيعه، كيف فينا نفسخ العقد وكيف فينا نشتغل فيه قانونيا، بحيث عم يصير لأنه حالات أحيانا فيها نوع من استغلال بعض الثغرات القانونية أو الاحتيال. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا المحامي الأستاذ أحمد دعبول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم بالخير. تسلم يا رب. يسعد صباحك. يعني أستاذ أحمد، صرنا حافظين لنا تحت الهواء كل شيء عن العقود هلا نحن والمشاهدين. اليوم نحكي عن حالة فسخ العقود قانونيا، خبرنا بالتفصيل بأي حالات ممكن تفسخ العقود. هلا مبدئيا نحن خلينا نفرق شو هي انواع فسخ العقود. نحن بنبلش بفسخ العقود، في عندنا فسخ حكمي او قانوني اللي هي بيكون منصوص عليه بشروط العقد. طبعا مثل ما حكيت قبل شوي ست انه نحن عندنا مختلف انواع العقود، هي عقد بيع سياره، عقار، ارض، منزل، ايا كان العقد اللي عم نحكي. في عندنا فسخ قانوني اللي هو ملزم بموجب احكام العقد. في عندنا فسخ قضائي اللي هو بصير بعد اللجوء الى المحاكم بسبب عدم اعتراف شخص بأسباب الفسخ أحد الطرفين. وعندنا الفسخ الاتفاقي لما بيتفق طرفين العقد أو أطراف العقد إذا كانوا عدة أطراف على فسخ العقد. إذا نحن عندنا ثلاث أنواع: قانوني، قضائي، واتفاقي. بهالمنحة هذا نحن القانون المدني بالمادة 158 حددت هي شو أسباب فسخ العقد وشو كيف ممكن فسخ العقد، شو شروط فسخ العقد اللي مبرم. العقد بالدرجة الأولى هو لازم يكون عقد ملزم الطرفين، عقد بإرادة فريقين ملزم إلهم. السبب الثاني أو الشرط الثاني لفسخ العقد هو عدم تنفيذ المدين بالالتزامه. عدم تنفيذ أحد الأطراف بالالتزام اللي مبرم بموجب العقد، اللي بتؤدي أحيانا إلى عدم استكمال العقد وعدم تحقيقه وفق المواد المنظومة فيه. فهون إحنا في عنا كمان شرطين ممكن يكون أحيانا: عدم تنفيذ جزئي للعقد وعدم تنفيذ كلي للعقد. إذا كان عدم تنفيذ جزئي لشيء قليل أهمية فهو ممكن يفسخ العقد البيع أو العقد أيا كان العقد. في حال كان هو ذو أهمية كبيرة مثل شرط جزائي جوهري، لا غير شرط جزائي، شرط جزائي مختلف تماما. هي أحد آثار انفساخ العقد. أو عفوا مو انفساخ، الفرق ما بين فسخ وانفساخ لما نحكي فيها. عدم تنفيذ المدين أو الدائن مثلا الالتزام الموجود بالعقد ممكن يؤدي في له آثار الفسخ، هي الشرط الجزائي اللي حكيت عنه حضرتك. هي أحد آثاره اللي بيتم دفع جزاء شرط جزائي. أو لكن بالمجمل آثار في فسخ العقد هي حددتها المادة 161 من القانون المدني لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. يعني مجرد احنا صدر حكم او تم الاتفاق او بحكم القانون تم فسخ العقد، فهي بيتم اعاده الحال الى ما كانت عليه، كل ذي حق بياخذ حقه قبل ابرام العقد. يمكن حكيت عن هي فينا نقول فسخ العقد قانونيا عن ثلاث حالات. اليوم عم نشوف بعض الحالات مثلا بتلاقي مثلا استغلال بعض الثغرات القانونيه، يعني انا قررت بيع شيء وفجاه بطلت بيعه وبدي افسخ العقد. عم نشوف اليوم مثلا بعض القضايا بتقعد بالقصر العدلي طويله لفسخ هيدا العقد من خلال استغلال بعض. هون في ممكن يكون ثغرات قانونيه استغلالها، او هون بيقول لك والله في عندي محامي شاطر بيقدر انا افسخ العقد لانه انا بطلت بيع، او ممكن اجاني شاري مثلا دافع سعر اعلى، ممكن انا اعمل نوعا ما بعد الاحتيال القانوني لاقدر افسخ العقد. هلا اول شيء ما في شيء اسمه احتيال قانوني، يعني احنا بالقانون هلا المحامين ما بيقولوا هيك على الهواء، بس فعليا ضمن كواليس تحت الهواء الكواليس القصر العدلي والمحامين كثيره، لهيك انا بسالك نوعا ما لانه الناس بتعرفها عايشه فيها ضمن البيئه. الفكره اللي بدي احكي فيها بجوز يعني حضرتكم والمشاهدين ملوا منها، مثل ما حكيت دموزيل زينب قبل شوي انه صرنا حكينا كثير. الثغرات اللي حضرتك عم تحكي عنها موجوده جدا، ودي ضويتي يعني شيء جوهري وشيء عم بصير معنا بحياتنا اليومية بجوز عشرات المرات. صحيح. يوميا. صحيح. بسبب الثغرات اللي عم يتم استغلالها من أحد الأطراف أو أحد الأطراف اللي عم يكون مستشير محامي، مستشير حدا قانوني، مستشير حدا مختص بهالقضايا هاي. الشيء الأساسي واللي بحكيه دائما بجوز حكيه بكل حلقة تقريبا بما يخص القانون المدني، تنظيم العقد أمام موظف رسمي أو إعطائه لكل، كمان ما بده يكون دعاية المحامين، لحدا مختص. يعني ساعة أنا في عنا بائع، في عنا شاري، في عنا فريق أول، في عنا فريق، كل شخص يستعين بمحامي. المحامي دائما عم بيجيب الحق لموكله، بيحفظ الحقوق، عم يحفظ الحق. لما عم بيكون في محامين عم تكون المعادلة متساوية. أنا عم بحفظ حق موكلي وأنا عم بحفظ حق موكلي. بهالاسلوب هذا انا عم بضمن انه لا، هي الشرط هذا انا عم بيضرني. للاسف نحن عندنا احيانا يعني وخاصه بالعقود، تحديدا بالعقود، الاختلاف الحرف الواو عن حرف الاو
بتؤدي لمعضلة كبيرة جدا. مثلا دفع مبلغ ك 10 مليون ليرة سورية وتسليم المحل أو تسليم المحل بين وتسليم العقار، هون صار في عنا معضلة كبيرة، صار مئات الملايين. لسبب هذا المعنى بكون نحن في عنا شخص مختص بتنظيم العقد حسب الشروط المتفق عليها، من هي المحامي أو القانوني لما عم ينظم العقد هو عم ينظمه بحسب إرادة الفريقين. لما بيتنظم بشروط معينة ما بصير في استغلال طرف في طرف آخر، يعفى العقد أو يخلو العقد من الثغرات اللي ممكن تؤدي إلى أضرار وإشكالات كبيرة قانونية. نعم، يعني أستاذ أحمد كتير عم نحكي عن العقود وحكينا كتير مثل ما قلنا بالثغرات القانونية، وحكينا أنه لازم يكون في دقة ببنود العقد حتى تحفظ الحقوق، لأنه يمكن أي تفصيل صغير ممكن يستغله المحامي الثاني ضد فياخد حقه، مع أنه بيكون بالواقع الحق مع حدا من الطرفين. صحيح. خبرنا اليوم بحالة فسخ العقود كمان لازم يكون موجود المحامي، وكيف إذا كان في لبس بكتابة العقد ممكن تتحصل حقوق أو بتروح عليه، وخاصة إذا ما تم دفع الثمن كليا أو كان في هلاك للشيء مثل ما شفنا، يعني مرت ظروف كتير بسوريا راحت الحقوق في منا راحت. صحيح. فيهم يحصلوا حقهم هلأ؟ طبعا، هلا بنهاية المحاكم وضعت تحصيل حقه، لكن مثل ما حكيت قبل شوي انه ممكن ياخذ مده طويله. لكن خلينا نحكي من جانب، بلش من الجانب الاخير من سؤالك. نحن في كثير بسبب ظروف الحرب انه صار في هلاك مثلا للعقار للسيارات للمركبات، هون صار في انفساخ للعقد، هون فرق القانون قانونية. ما بين الفسخ، الفسخ اللي هو اللي حكينا عنه هي اتفاقي قانوني وقضائي، هون الفريقين هن يعني عم يلجؤوا للفسخ. الانفساخ هو نتيجة الوضع، الوضع نتيجة سبب أجنبي خارج عن إرادة الفريقين أو المتعاقدين. الانفساخ هو انفسخ بحكم الحال لأنه سبب أجنبي، صار في حرب، أنا متفقين إحنا نبيع العقار هذا، العقار هذا تدمر بسبب الحرب، هون فسخ العقد حكما. هون ممكن حتى أحد الأطراف كمان يلجأ للقضاء للمطالبة بتعويض، سواء كان البائع مثلا إذا مقابض كامل الثمن أو إذا كان الشاري إذا دافع دفعة أولى، أنا ما هلك المبيع تبعي. هذا الدفعة الأولى ضمن الرعبون فينا نقول بيروح ولا لا؟ بصير حسب شروط العقد، ممكن يكون دفعة أولى كرعبون، ممكن تكون كدفعة أولى من ثمن المنزل كلياته، ممكن تكون أقساط هو على تقسيط. والسبب الأكبر اللي احنا هون للأسف عم كتير عم يكونوا الأشخاص عم يلجأوا لفسخ العقد بسبب فروقات العملة وتضخم سعر الصرف. صحيح. هالقصص هاي الواحد عم حين عم يكونوا عم متفقين لسداد الثمن خلال مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر، من 3 أشهر و 6 أشهر عم بيختلف سعر صرف الليرة السورية حسب يعني سعر المصرف المركزي بشكل كبير. لهالسبب هذا هنين عم يلجأ أحيانا لفسخ العقد لمحاولة التهرب من تنفيذه، هون بيتم اللجوء إلى القضاء لمعرفة كل شخص كيف أدى التزامه بموجب أحكام العقد. يمكن أشرت لنقاط جدا مهمة اليوم ضمن فينا نقول العقد أو فسخ العقد. خلينا نحكي مثلا إذا كان فعلا في عقد مبرم بين شخصين وأنا قررت أفسخ العقد وتتراجع عنه، كنت دافع ضمن الرعبون، هذا الرعبون بيروح ولا ضمن الاتفاق؟ يعني أنا فيني ممكن لو كان في اتفاقنا الرعبون بيرجع لصاحبه، لا أنا لأنه قررت مثلا لا بدي أخده أفسخ العقد قانونيا فيني استغل، ولا حسب شو مبرم بهيدا العقد؟ هلا نحن حتى نبسط الموضوع شوي، خلينا نفرض نحن في عنا عملية بيع سيارة تم دفع على مبلغ مثلا فلنقول 5 مليون ليرة سورية، تم دفع 500 ألف ليرة سورية كرعبون لحين إبرام العقد. طلع فيها مشكلة هلا بنشوفها مثلا عليها إشارة أو شيء بطلت ما تشتريها، إبرام العقد، عدم استكمال إبرام العقد بسبب مين؟ هل هي بسبب البائع اللي أوهم الشاري بأنه هي السيارة نظيفة ما عليها إشارات ما عليها أي شيء، هو هون يستلزم أو يوجب عليه القانون هي إعادة مبلغ الرعبون ودفعه، ودفع 500 ألف ليرة للشاري، كونه السبب عدم تنفيذ العقد هو مين؟ هو البائع. لكن فلنقول الشاري اللي كان السبب، مثلا الشاري ما دفع كامل الثمن، الشاري ما التزم بالوقت المحدد لنقل ملكية مركبة السيارة، هون ممكن يروح الرعبون حسب الاتفاق اللي صاير. لكن حتى نحن ما نفوت بكل هالمتاهات هاي ويكون عقدنا خلينا ياخذ مده قصيره للتحصيل للتعويض للفسخ لايا كان، سواء للتنفيذ او سواء للفسخ، هو الموجب له تنظيمه امام موظف رسمي. هي نقطه مهمه لانه نحن بنشوف مشترين الورقه وخلص عاملين بين بعض عم يساوي بين عقد مبرم يعني فقط. لما مع احترامي للجميع يعني نحن عنا نقص شيئا ما بالثقافة القانونية. الثقافة القانونية صح، أنا لما عم نروح لعند موظف رسمي أحيانا عم بتكلف، نحن عن السبب في عنا سبب أساسي عدم تنظيم العقد أمام موظف رسمي هو التهرب الضريبي. غير التهرب الضريبي أنا ممكن عم بتهرب من دفع مليونين ليرة كضريبة مثلا، لكن أنا ممكن
نتيجة التهرب أو الطمع بمليونين ليرة اللي رايحين لخزينة الدولة عم روع على حالي 200 مليون ليرة. هي السبب الأول. اثنين، المسألة مسألة اختصاص وليس انتقاص. أنا لما بشعر بمرض أكيد رح أروح لعند طبيب، ما بصير أنا استشير فلان وفلان وفلان، ما بصير، لازم أروح لعند طبيب. لما أنا بكون عندي عقد، وخاصة إذا كان عقد ذات قيمة كبيرة، بلجأ أنا لشخص قانوني مختص بهالشيء، هذا محامي قانوني، ممكن زميل قاضي، حدا بيعرف قاضي، حدا ممكن كزام استشاري. أنا هون بحدد مواد العقد بالشكل يضمن حقي ويضمن حق الطرف الآخر، لا ضرر ولا ضرار بالنهاية. هو لما تنظيمه أمام ماشي بيوفر على نفسه المرحلة إلا 90% من الإشكالات القانونية اللي ممكن توقع بعد مرحلة تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد. نعم. طب أستاذ أحمد، بما أنه عم نحكي عن العقود، كتير عم نشوف العالم مثل ما قلت بسبب التهرب الضريبي عم بيكون في اتفاق بين الطرفين وعم تروح على واحد منهم إجباري. طب اليوم برأيك قانون التهرب الضريبي اللي هلأ كتير عم يشددوا فيه، هل عم يحمي العالم حتى فعلا تلتزم بعقود نظامية وقانونية؟ إلى حد ما جدا. يعني احنا صدر قانون البيوع العقارية بالشهر الخامس لعام 2021، أدى فعلا إلى، صار واحد يقول عمي أنا رح تطلع لجنة لتقدير القيمة الرائجة لسعر العقار، سعر المركب، أنا ليش لا ألجئ أنا لساوي بيني وبين فلان، بالنهاية الدولة رح تقيمه، رح تقيمه حسب سعر، خليني نظمه أنا أمام. كان هو السبب الأساسي والرئيس لعدم تنظيم العقود امام موظف رسمي. لحد الان العالم تقول لك كمان انا بدي ادفع ضريبه، ما في داعي اروح انا ادفع استشاره، اروح اساوي تنظيم عقد عند محامي. صعب تعمل كمان حنكه يعني الناس هون، يعني الناس مثلا قبل كانت تلاقيها سجلت العقد مثلا ب 1500 ليره، هلا لا خلص عم تقول بسجله ب 75، بس فعليا عم تاجر بيتها ب 400 و500 و600 الف ضمن. صح. يعني نوعا ما حتى هيدا القانون فينا نقول بعد هلا الارقام خياليه، لم تضمن فعليا قانونيا القيمه الصحيحة للعقار، وضمن الشروط مثلا إلا اختلاف المناطق وحتى الأحوال المادية للأشخاص. صحيح صحيح. هلا بالنهاية لا يوجد قانون، يعني الدولة عم تخسر بالخزينة والشخص عم يخسر. نقول دائما صاحب العقار هو يعني قانونيا، نحن سابقا بيقول لك صاحب العقار هو ملك لإله، بيبيعه باللي بده إياه. هذا القانون عم يحاول نوعا ما على أساس فينا نقول يخلص هي. صح صح الحكي. لكن القانون اللي صدر قانون البيوع العقاري هو بس للتهرب الضريبي، بس يعني هو البيوع العقاري كان بسبب التهرب الضريبي لتحصل الدولة ضرائب، ولا تحاول شوي انه تضبط. صحيح. من قصة اللي صحيح. خلينا نقول احنا خففت الخسارة الدولة. يعني كان يعني اي قيمة لاي عقار ساعته على القيد المالي تبعه 100 ليرة 200 ليرة 10000 ليرة 80000 ليرة على العقار حقه مليارات. خلينا نقول الدولة خففت الخسارة بسببها. ونحن بجوز مع حضرتك سوينا مرة حلقة سابقة عن الإيجارات، وعن وخاصة حتى بمناطق المخالفات، بمناطق ارتفاع إيجارات غير مسبوق. خلينا نقول نحن الدولة حد إلى حد ما، وهلأ بالنهاية نكون نحن واقعيين، لا يوجد دولة في العالم تضمن التهرب الضريبي. صحيح. لا يوجد دولة في العالم. دائما في حنكة، دائما في هيك لف على القانون، دائما في ثغرة. صحيح 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 صحيح. عم يضل دائما في ثغرة قانونية عم يتم اللجوء لها لتهرب الضريبي، لكن خلينا نحد من التهرب الضريبي إلى حد ما، بالنهاية هذا كاتو عائد لخزينة الدولة اللي هي عائدة إلى الشعب بطريقة ما. لهالسبب هذا أي قانون بحد من التهرب الضريبي بيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة هو قانون فعلا حقيقي فعلا، لكن لن يوجد قانون وضعي حقيقي لضمان العملية 100%، وهذا وضع طبيعي لأنه أكبر الدول المتقدمة لا يوجد قانون يضمن عدم التهرب الضريبي. يعني خلينا نقول ما في قانون حتى في يضبط ممكن شريعة التعاقد بين الطرفين، لأنه هي موجودة أساساً بالقانون. صحيح. موجودة بالمجتمع أيضاً. تماماً تماماً. نصائح أخيرة بتحب تقدمها للكل يلي بدهم يقدموا على بيع عقار أو بيت؟ حتى ما نرجع لبداية الحلقة، حتى ما نرجع للفسخ أو نلجأ للفسخ، قم بتنظيم العقد أمام موظف رسمي. هذا السبيل لا يجعل له طريق للطعن سوى الطعن بالتزوير من الموظف الرسمي ذاته. نظم عقدك، نظم عملية البيع الشراء المبادلة الشراكة الاستثمار أيا كان أمام شخص مختص بهالشيء، هذا تضمن حقك وحق الطرف الآخر بشكل أمثل. طيب إذا كنا عاملين عقد بين طرفين مش في معهم شخص قانوني، قانونيا هيدا معترف فيه، فينا نقول هيدا العقد طبعاً معترف طبعاً فيه له قوة قانونية، حسب انه في عندنا اسناد عادية وفي عندنا اسناد رسمية. هذا يندرج تحت مسمى الاسناد العادية، اذا كانوا اطراف عاديين بين بعض كاتبين العقد هذا يعتبر سند عادي يتم اللجوء الى اثباته بكافة وسائل الاثبات في القانون، اللي هن ممكن الشهود، ممكن الكتابة الموجودة، مضاهات البصمة في حال وجود بصمات، استكتاب لمعرفة الخط، التوقيع هون. لكن الموظف الرسمي نحن ما في داعي نلجأ لكل هالامور هي.
يعتبر ثابت لما بكون امام موظف رسمي، ما في داعي اجي له كل هالقصص هي للاسف، مع وجود بعض الانحلال الاخلاقي ممكن حدا يجيب شهود غير موجودين، ممكن احيانا يكرهوا على يستغلوا للتوقيع على البصمه. نحن لما عم ننظم امام موظف رسمي عم نتجاوز كل هالمراحل هي اللي قد تكون سبب لضياع الحق وسبب لفسخ العقد وسبب لهدر المال وسبب لكثير من الإشكالات القانونية. نعم، ويمكن المصالح العقارية كمان كتير شيء مهم أنه يتسجل فيها طبعاً طبعاً. الأرض لحفظ الحقوق كمان هي نقطة كتير مهمة لازم هو نحن لما نقول إحنا موظف رسمي هي أمام الكاتب العدل إذا كان وكالة، أمام مديرية النقل إذا كان مركبة، أمام مكتب التوثيق العقاري والمصالح العقارية إذا كان عقار أو منزل حسب منطقة العقار التابعة له. نعم. أكيد بدنا نشكرك الأستاذ المحامي أحمد دعبول على وجودك معنا، ودائما بنحاول من خلال حضرتك بمساحة قانونية أسبوعيا نسلط الضوء على القانون السوري ليكون الكل على اطلاع بآخر التعديلات وقديش فعليا فينا نحمي أنفسنا وأملاكنا من خلال هيدا القانون. شكرا كثير لك. العفو ميدا، أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ أحمد، ودائما منضم صوتنا مع بعض لأنه أصواتنا واحدة، الوجع واحد. الوجع واحد أنه بس يلغى فعلا يمكن الوسيط اللي هو اللي عم يسبب المشكلة الأكبر بالسمسرة، ونحن بنتمنى ما بدنا نقطع برزق حدا، بس الوسيط فعلا عم يسبب مشكلة. بتمنى تكون العلاقة بين المواطن والدولة بشكل مباشر. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. أما هلأ نورنا